برحب بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم مع واحد من نجوم الأهلي المتميزين، لاعب ومدرب. وطبعا النهاردة منورنا كابتن عمرو أنور المدير الفني للفريق الشباب في النادي الأهلي. اهلا بيك ومنور في بيتك الكبير. ربنا يخليكوا، ده نوركم وانا سعيد جدا ان انا معاكم. وحشتني يا عمرو. انا بقى لي كتير ما شفتش هاني حبيبي عمرو، طبعا فرصه ان احنا نتقابل يعني. لا والله انا سعيد جدا يا عمرو ان بشوفك، و يعني متابعك طبعا من خلال وجودك في النادي الاهلي ومن خلال الجروب الحلو اللي احنا عاملينه فرقتنا ايام 17 18 سنه. عمرو كان من يعني من اللعيبه الكبار، واول اول واحد من جيلنا لعب فريق اول مع النادي الاهلي، ودلوقتي في موقع كمان مهم جدا نتكلم عليه عمرو. وعايز اخد رايك سريعا يعني في الهيكله اللي حصلت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انت متواجد بقالك فتره، قول لنا الفروقات اللي حصلت والتارجت بتاعكم ان شاء الله القريب هيبقى ايه. يعني لو بنتكلم على الاهداف بتاعتنا، الاهداف هي ثابته. انت عارف طبعا ده من ايام ما احنا كنا بنلعب مع بعض، ان انت بتحقق للنادي بطوله، ان انت دايما النادي بقى في المركز الاول، مش هقدر اقول في مراكز متقدمه، لا النادي الاهلي بقى في المركز الاول. دي حاجه بالنسبه لموقعي انا، اللي هو انا الفريق الشباب اللي هو تحت الفريق الاول على طول. فانا يمكن عندي حاجه يعني شويه زياده كده، ان انا احاول ان انا يعني اجهز او اصعد اكتر للاعب يفيد بالظبط يفيد الفريق الاول. بتعمل فدول إيه؟ الهدفين الاساسيين اللي موجودين عندنا يعني. ايه الزياده بقى اللي كابتن عمرو بيعمله لتصعيد الشباب للفريق الاول؟ لا يعني احنا من الاول يعني يمكن انا بقى لي سنتين ونص تقريبا في المرحله دي. الاول بدات مع فريق 97، وبعدين صحيح. بعد ما المسابقه اتلغت طلع مكانهم فريق 99، فانا كنت معاهم من الموسم اللي فات ومكمل معاهم الموسم ده. يعني هي النقطه الرئيسيه والاساسيه اللي انا بتعامل معاها، ان انتوا لعيبه فريق اول، ما انتوش لعيبه ناشئين ولا انتوا تبع قطاع الناشئين. يمكن حتى احنا الفرقه بتاعتنا يعني ليها وضع مخصوص وليها يعني ربط كامل مع الفريق الاول. هو بيعتبر السكند تيم يعني، ده الفريق الثاني يعني. بالظبط يعني كل حتى تعاملاتنا بلبس بأداء بكل حاجه، كل حاجه تبع الفريق الاول. فدي نقطه مهمه جدا ان اللعيب توصل له ان انت بقيت قريب من الفريق الاول. يعني انا هي دي النقطه الاساسيه اللي انا بركز فيها. التدريب والشغل الفني والشغل البدني ده انا شايفه شيء طبيعي، يعني ده جزء الاساسي في التدريب. فريق الشباب بين الناشئين وبين الفريق الاول. بالظبط.